أحد أجمل المعالم في الحوض الأبيض المتوسط، تتربع القصبة شامخة فوق جزر العاصمة قديماً على علو يزيد على 118 متراً. تاريخ المدينة يعود إلى حوالي 6 قرون قبل الميلاد، يعني أين أنشأ الفينيقيين أول ميناء تجاري؟ يعني كانوا يمارسون التجارة، طرفين في التجارة، يعني الطرف الأول هم الفينيقيين والطرف الثاني هم القبائل الأمازيغية المتنقلة، ونحن نعرف أن الأمازيغ هم من سكن، يعني من الأوائل اللي سكنوا شمال إفريقيا. يعني أين أطلق ثم تم قاموا بتكبير هذا الميناء، يعني أو إنشاء مدينة صغيرة أطلق عليها اسم إيكوزيم بمعنى جزيرة طائر النورس. هي هذه المدينة هادية أولا ما نقولوهاش القصبة باش الناس تعرف، مولاها اللي خدمها سماها مدينة بانو مزغنة. حاجة تانية، من كل ولاية ناضوا فيها توكروا، كل واحد منين جا جدو بابا جدو ناضوا هنا توكروا هنا كبروا هنا. حنا كي نسمعوا هذوك الناس زمان كانوا ملوكية، وكانت الشبعة وكانت الضنة وكانت الرجولة وكان كلش ذاك الوقت عندهم، ربي يرزقهم. هذه الهندسة المعمارية كانت متواجدة في القرن العاشر، يعني الجامع الكبير نشوفه بالداخل هو بأقواس وفيه ساحة، يعني ليس ما روج به أنه ازدهرت في بعد 1516، يعني في المرحلة العثمانية. لا، هذا بنيان، كان هذا النوع من بناء البنايات كان موجود، يعني يرجح إلى القرن 19. ثم إلى غاية قدوم الهجوم المستعمر الفرنسي في 1830. مدينة الجزائر عرفت بعض التسميات ولكن ليست رسمية، مثلا في القرن 13 كان يطلق عليها اسم مدينة الجزائر التعالي بنسبة إلى سيدي عبد الرحمن التعالبي، أين كان يدرس ويمد محاضرات ويشكر المدينة من خلال أشعار ودروسه، إلى غاية قدوم محاولات الهجوم الإسباني في أواخر القرن 14، ثم تلاها يعني قدوم في الأول للمساعدة، يعني كطلب منا باستنجاد يعني الدعم الإخوة بربروس، يعني نقدر نقول المرحلة العثمانية ابتدأت من 1516 لغاية 1830، حيث أنه قبلها كان آخر قائد جزائري محض هو سليم التومي الأمازيغي وزوجته ظفيرة، ويعني هذا كل دليل يعني عن أقدمية المدينة. أول ما تطأ قدمك القصبة تأخذك مخيلتك إلى قصور ألف ليلة وليلة بسبب نمط بنيانها وزخرفتها الأنيقة، لتبحر بين أساطيرها التي تغري زوارها، حيث يتلألأ وجهها العتيق مبتسماً معانقاً البحر. الناس اللي توركوا وكبروا وما قدروش يخاطروا القصبة لأنه فيها شوية سحر وفيها شوية كلام، أنها مدينة تروي بزاف حكايات، دونك على هذاك الشيء الإنسان يحوس على التقاليد والعادات اللي قعدت باش يشموا ريحتهم. ما علينا، غنطلعوا القصبة ونشموا شوية أو ما تبقى حوالي 10 أو 20% اليوم من عادات وتقاليد. كلما اتجهت إلى الأعلى ذاقت الأزقة وتداخلت كمتاهة، لكنها لا تشعرك بالغثيان بل بالانبهار. ينتهي معظمها بأبواب منازل لا يمكن للغريب الخروج منها دون دليل، وإن كان أهلها يشعرون كأنك منهم وإليهم تنتمي. في القصبة إذا تكلمنا عن البنايات، فيه دار وفيه دويرة مثلاً. الدار يعني شبه قصر، مثلا نقولوا دار مصطفى باشا او قصر مصطفى باشا بالقصبة، دار خداوج العمية او قصر خداوج العمية، يعني فيه اساطير شعبيه وحكايات شعبيه، هذه ثاني نقاط الكل السواح يحبوا يشوفوها. اما للاجانب خاصه يعني النمط المعماري والازقه الضيقه اللي تشوقهم. القصبه هذه على اسمها لا بطايضة الجي، القصبه الخدمه ديالها بالطول ساهمت في التراث. علاه ساهمت؟ الباتيمو كي تطلع إليها صوتي للسطح تاعها اللي قدامك، كي تحبطي تشوفي منين دخلتي
القصبة لا لا، القصبة ذاك الوقت كانوا زكارا، ما كانش المفتاح في باب الدار، كانوا قاع ديجان كي يضرب ويجروا موراه، كي يدخل الدار يدير الزكروم، ما بيد ماني صوتي كي صوتي للسطح، يخرج من واحد الباب اللي تلقايها منين دخل ومنين خرج 800 متر، تحبطي دوري تطلعي باش تلقاي ديك الباب. بعض الاحيان الازقه يعني ما كاش طريق مباشر، يعني العدو ما يقدرش يشوفك وين تروح. وإضافة إلى خير دليل هو معركة الجزائر اللي نجحت يعني وسمعت يعني وصل صوت الثورة الجزائرية من خلال معركة الجزائر مثلا إلى الأمم المتحدة، يعني هذا كان دليل على يعني الهندسة المعمارية بالقصبة كانت ساعدت إبان الثورة، ساعدت الثورة الجزائرية من أجل الحصول على الاستقلال على غرار كل المناطق وكل المعارك في كل الجزائر. لؤلؤة الجزائر تتميز بفن معماري فريد من نوعه في العالم، بل بين المعالم الحضارية الإنسانية جمعاء. هنا دمج ديال كتشاوا تبنى في 1612 من طرف حسن باشا او لو بالي تاع حسن باشا، هو اللي بنى مسجد كتشاوا. بون كتشاوا بالتركيه معناتها ساحه الماعز، كانوا يبيعوا الماعز في تحت هذه قبل ما يبنيوا المسجد هذايا، كيبناوا سماوها الساحه هذيك. وهنا عندنا القصر عزيزه هذايا اللي هي فاطمه بنت حسن باشا، هذا القصر تاعها بناه لها كي جات تزوج بمحمد باي تاع قسنطينه، تالمو يحبها بزاف بنى لها لو بالي هذايا باش تريح قدام عينيه، وزاد بنى لو بالي احمد باي اللي راهو لا ديريكسيون جينيرال تاع تياتر ناسيونال. هيك عندنا دار القاضي اللي هو بيبيط، الحكايه تاعو معروفه، قاضي بيبيط. عندنا لو بالي مصطفى باشا ودار الصوف، وعندنا من هيك اكوتي خداوج العميه. النمط المعماري من كان متقدم يعني في الهندسه المعماريه هم شمال افريقيا وليس الاوروبيين انذاك، يعني مراحيض ما كانتش عندهم الا عكس احنا كانت عندنا، وكانت يعني بونه تحتيه في المدينه، وكان نمط معماري، وكانت يعني نظام داخلي، وكانت بها ابواب تغلق عند الغروب وتفتح عند الشروق، وكان نظام داخلي، وكانت بها عيون يعني عيون في الممرات، وكان فيها في كل بيت نوعان من الابار، بئر للشرب والبئر الثاني لاسترجاع المياه الشتويه، يعني الاقتصاد. مساجد وقصور أثرية وبنية حضارية تقليدية مرتبطة بلمسة العيش الجماعي في انسجام تام، جعلها تعد أحد أهم وأجمل معالم التراث الإنساني العالمي، حيث صنفتها يونسكو عام 1992 ضمن التراث الإنساني العالمي. بن تشفين قام ببناء مسجد بتلمسان، ثم مسجد الكبير أين يؤدي صلاة رئيس الجمهورية في الأعياد الرسمية. هذا المسجد أولا مبني 5 قرون قبل مجيء الأتراك، يعني في القرن نقوله قرن 10، ومسجد سيدي رمضان يعني الهندسة المعمارية الخاصة بالمساجد في شمال إفريقيا، نرى أن منارة المسجد تكون مربعة الشكل، ومساجدنا آنذاك كانت ليست بهم قبل. آنذاك في القفز من خلال في حالة متابعتهم من طرف جنود الاستعمار، أنه يدخل في أي باب
في أي منزل ويطلع للسطح ويكمل يكمل مساره يعني بالتنقل من سطح إلى سطح لتلصقها. وبعض الأحيان الأزقة يعني ما كاش طريق مباشر يعني العدو ما يقدرش يشوفك من تروح. وإضافة إلى خير دليل هو معركة الجزائر. المحروسة كما يسميها أبناؤها تعد مكانا حيا للذاكرة والتاريخ، ففيها شهدت الجزائر أشهر معارك الثورة والبطولة. Aujourd'hui la situation est devenue plus tendue. Malgré la pression des milieux colonialistes les plus intransigeants, il paraît que le gouvernement ait donné des ordres sévères de n'utiliser les armes qu'en dernière extrémité. القصبة هي الممح. القصبة هذه خرجت رجال كبار ونساء. بوضياف بن بلة أيت حمد هادو قاع دخلوا القصبة. خيدر هاد بوزرينا غرمول هادو بداو 45 كيبداو يتكونوا. ودخلوا رجال بن مهيدي العربي بن مهيدي أول دار اللي تخبى فيها دار بشار أبو طالب كان ديبيتي. أول دار اللي اجتمع فيها دار بن حفاف في زنقة بوعقاشة اللي رايدوك خير الدين زنودة اجتمع تما. دخلوا كما بيطات دخل لهذ المدينة بن بولعيد دخل لهذ المدينة أي تحمد كريم بالقاسم قرافي ليكول صروي في سوسطارة. علاش قلت لك ليكول صروي 153 شهيد ومازال لو كان بحثوا لقاو كثر. الكل يعرف حاليا يقولوا يعني حتى بالعاميه يطلق منزل علي لابوانت، والكل يعرف ان علي لابوانت ليس من القصبه، هو من اين يعني اين استشهد. هو استشهد في الباب الذي هو خلفي حي الابديرام غو دي زابديرام رقم 5، يعني كانوا فيه 4 من الناس في مخبأ. وهو المنزل يعود إلى عائلة موساوي بوعلام موساوي اللي كان أحد سفراء الجزائر بفرنسا غداة الاستقلال، وكان يعني كانوا مخبيين عند مخبأ في غرفة اللي كان مأجرها محمود بو حميدي رحمه الله اللي هو ابن القصبة. حسب بن بوعلي كانت من أغليان في الشلف حاليا، علي لابوانت من عمار علي المعروف مدعو بعلي لابوانت من مليانة، وعمر الصغير اللي كان يقطن برقم 3 واستشهد برقم 5. الكل يتكلم على شهداء رقم 5 شارع الأبديرام، ولكن فيه رقم 7 اللي هدم أثناء الانفجار وفيه 20 قتيل يعني من الجيران. فيه عائلات بأكملها، عائلة كرامة، عائلة شريفي يعني رحمهم الله. أول شهيد اللي هو مشلف اللي مات في القصبة كانوا ذاك الوقت ما دخلوش الارمي، كانوا البوليسية، هو عزوزي قدور. وفنسة اللي تعذبت وريضة مداد في ليكول صروي 3 ايام وهي في العذاب. اول مرة اللي ماتت فنسة هي وريضة مداد رحمها الله اوت 57. عندنا لا غراف دو ويجور تقريبا 5000 5000 اللي يقول لك ديسباري، ماشي ديسباري، اللي داوهم الدار داوهم كاع من ديارهم. دوك اللي داوهم الدار قتلوهم. كانت لا كورنيش، كانت كازينو داروا بومبا فيها ومن بعد داروها بوست افونسي. الشهداء رحمهم الله يربطوهم ويديروا لهم البوا ويرموهم للبحر حيين. هو نوند كار رمان واسمه حجي عثمان وخوه واسمه بن حافظ نور الدين خوه من يماه. ميل تحت ام حاطين حجي. هاد الربعه اللي ماتوا هو دبيح شريف رانان زايا حميطه وشاي هنا وراهي وخوه نوركين. عمي خالد واحد ممن احتفظت ذاكرتهم
بانتصارات الثوار وهمجية الاستدمار الذي أراد تشويه واجهتها الإسلامية. هي كاش نشفى دخلت نقرا في المسيده هنايا في 57، ومن بعد كي نجي للدار نسيب لي بارا يحفروا في الدار. علاه؟ خاش داو عمي داو خويا من الضرب يقولوا ما عندنا سلاح في الدار. ما انا خويا داو مع الاخر لعمي جابوه بليزير فوا للدار الله يرحمه ويرحم الشهداء. قالوا من الضرب قالوا ما عندي كدا عندي من هنا وما صابوا والو. الور داوه مازال جبان داو الشيخ الله يرحمه ضرب 3 سنين حبس وعامين يطبع عنده واحد الكرطه يطبع باش ما يديباسيش الحراش ما يديباسيش بن عكنون ما يديباسيش لابونت يقعد غير هنا. كيما وريت لكم عندي هذيك الخزنه هنايا رماو فيها هنايا لي دوكيمون في لاغريف دي ويجور هذيك تاع 8 مرماو كذا بلوس قالنا اللي زاد اثرت حنا فينا في الدار وكذا منا نهار حكموا لي دخالتي عبد الرحمن طالب لو شيميست وين كاين فاميلتو يدوروا ليهم وين كاين فاميلتو يدوروا ليهم. ما هو الا ايتي كونداني ا مور مات خطاو له راسو غيوتيني لو 24 افري 58 زائد لو 5 مارس 1930 زائد 5 سارازا. دائما نقولها لهم للناس باش يعرفوا من 5 سارازا طلع صغير هو وخاوته في سيدي رمضان في 5 امباس سيدي رمضان هاك تشوفي 5 5 5. واحد الشيخ قال لي بيبان الجنه صلاه نروحوا كاع الجنه. الهندسة المعمارية حطمت بقدوم المجيء الفرنسي بداية بين قوسين هي حروب صليبية. أول ما قاموا به هو تهديم مسجد السيدة بساحة الشهداء وتهديم السور اللي كان يحمي المدينة ووضع واجهة فرنسية 100%. يعني ليس في الأول فقط، يعني كان كل ما مثلا نشوف احنا في 1900 ظهر نمط جديد من الهندسة المعمارية يعرف بنيو موريسك، أين قاموا مزج الهندسة المعمارية الجزائرية بالفرنسية وخرج نوع جديد من الهندسة اللي هو نيو موريسك. مثلا البريد المركزي ومقر ولاية الجزائر وفندق سان جورج سابقا حاليا فندق الجزائر والأروقة الفرنسية غالغي دو فرانس بشارع العربي بن مهيدي حاليا الأروقة الجزائرية أو المتحف الفنون المعاصرة. ثم الى غايه 1930 بضواحي تيليملين نمط جديد اللي هو لو ار ديكو يعني بدون زخرفه خارجيه، وتم وضع واجهه ثانيه لاخفاء القصبه واجهه القصبه عن البحر. يعني نشوفوا حي شارع اول نوفمبر بساحه الشهداء هو دليل يعني لتغطيه خاصه مسجد علي بتشين اللي كان يبان يعني تشوف واجهه فرنسيه في وسطها مسجد. قاموا ببناء حي لاخفاء واجهه القصبه او المعمار الاسلامي انذاك. لم يكن التاريخ وحده ما يميز القصبة، ففيها أطباق شعبية مميزة وفريدة جذبت السواح من مختلف ربوع العالم. كويزين تاع القصبة هي سي لا كويزين الجيرواز دابور، هي ثاني سي لا توسكي مرميطة كما نقولوا حنايا شطاطة لي صوص كوكسي سوا تاع حوت ولا تاع الحومي ولا تاع الدجاج. يعني شتي تحاح شتي تحاج جاج المتوم نديرو لي فريت نديرو البوراك نديرو كلات تقليديه لي صوص ان بو دو تو حاجه تقليديه. يعني الناس تحب حاجه تقليديه حاجه مغربيه الناس تجي تاكل يعجبها الحال لوندروا النظره لي بلا تاعنا حنا هنايا عندنا بوكو بليس الكبده بالدرسه وعندنا السردين المقلي بالدرسه هو ثاني. بزاف ناس يقولوا كبده مشرمله الوغ كي هي نو ماشي كبده مشرمله سي حاجه واحد الاخرى كاع هذه هي كبده بالدرسه وتتقلى. جاونا ناس دي زوروبيان دي كل الاصناف جاو دي مينيس جاو فنانين جاو دي جوار جا كونتونا جا غيرو جا مورغان فريمان جا بالمادي دي جوار فريزي طونجين. نحس باللي عندهم زوج انواع لي رياكسيون تاعهم ولا في لي دوموند تاعهم كما يقولوا يحبوا كي يكونوا يمشيو ياكلوا لا فاست فود الجيريان يشوفوا هاد لي فاست فود واش يبيعوا. كاين جاري هنا يبيع الكرانطيطا يوقفوا قدامهم ما يستناوهاش ما يمنوهاش شوف يعني رد الفعل تاعهم كي ياكلوا الكرانطيطا هذيك ويحبسوا عندي ثاني.
عادات القصبة وتقاليدها، وجه آخر حافل للمحروسة. تتعانق أمجاد الماضي مع نظارة الحاضر، مزيج من الطرب الشعبي والتقاليد في قصبة تعتنق كل ما هو جميل. كل أنحاء العالم كانوا يجوا، كانت مفتوحة الحالة، كانت قاع أنحاء تاع العالم كانوا يجوا سياح، سفارة قاع جاوا لهنا تاع بريطانيا، أمريكا، تاع الإسبان، تاع لا نورفاج، جاوا لوتريش، هذوما قاع جاوا السفارة كلاو هنايا. حنا واش نديرو؟ حنايا نقدمو لهم كيما نقولو الوجبات تاعنا تاع القصبة، ندير سفيرية، طبيخة، ندوقوهم هذا عفايس هذوما، تاع سكابتش، سردينا هذاك الطوماطيشون بزاف. ما ماشي غير عفسه لي باينه، توجور نديرو لهم عفسه لي ما يعرفوهاش. اليوم اقبال كبير من السياح ومن مختلف، يعني محليين او وطنيين او اوروبيين من انحاء العالم، الحمد لله يجوا يكتشفوا. لما الانسان يجي ما بالا، واحد النهار كي جا واحد قال لي اوه هذه متى نشوفها في الكتابات، حق علاش مازال هذه الحاجه تكزيستي، دونك عم بالو موديل او نوع من انواع التقليديه، الالوان التقليديه اللي كانت يعني هذاك الوقت وما هيش تكزيستي. احنا نقول لهم اليوم شهدوا معنا ومازلنا ادوات هذوك نستقبلوا بهم السياح، ونعملوا واحد القاعده سميتها قاعده الزمان اللي هي اجواء عائليه في جو شعبي. يجوا الطليان البلجيك، يجوا ليزالمون، يجوا الايطاليان، يجوا لهنا. احنا بلا سواح ما نخدموش، مام كل حل، مام دوك الجزائر راهي ولات تنحس، ولات التقاليد، خاطرش الاشياء اللي يدخلوا من السوق ماشي نحس، راهم يغشوا فيهم، ما كاش كيما سلع تاع بلادنا، كذب عليك. انا رانا متواجدين في اول حمام في القصبه، بنيه في الفتره العثمانيه من العثمانيين، من عند حسن باشا. حسن باشا الخزناجي هذا اللي بنى جامع كتشاوا، هذا كان حمام تاع كيما نقولوا لي باشا هذاك الوقت في الفتره العثمانيه. من بعد كي جات فرنسا هنايا تحول هذا الحمام الى حمام سيدنا، وسموه حمام سيدنا بكري، كان يعيطوا له بنات القصبه حمام العواتق. كانوا يجوا لهنا البنات كيما نقولوا بالجمعه، يجوا يحموا كاع هنا بنات القصبه، يتلاقاو ويقصروا، كانوا مام هنا كي تحبوا زعما حمام العروسه يديروا هنايا. ومن بعد كي تعرفي ناس القصبه راحوا كثرتها كاع خرجوا، وجات جينيراسيون واحده اخرى اللي بالك الحمام ما يعرفولوش ولا شغل راحت الخدمه تاع الحمام اللي كانوا فيه. حنا واش درنا؟ حنا حبينا نحافظوا ما تبقى من التراث تاعنا، حولناه الى مطعم. 7 سنين كان هو مغلوق، ومن بعد جاتني الفكره انا وصاحبي درنا مطعم تقليدي. هذا يتميز عنده عفايس اوريجينال كيما نقولوا، قعدوا دوريجين كيما الزليج هذايا اللي كتشوفيه فيه، ورخام العرس تاع الخام والفواره، هذوما عندهم 500 انسانه 5 قرون. تما كي تجي لهنايا ما كان زعما عفسه معوده بزاف، حنا شغل نقيناه سقمناه خلينا كلش الحاجات الاصليه كاع خليناها. هذوما قعدوا مام قواصات هذوك وين كانوا يحطوا القباقب كي يدخلوا الحمام، كيما نقولوا الدراوج ما بدلناش. ليست موسيقى التاريخ وأنغام الحضارة وحدها ما تداعبك به القصبة، بل أنجبت فنانين مشهورين في الفن الشعبي من أمثال عمر الزاهي.